معلش خلينا في مبدأ برضو ان هو لو في قرار ما كانش هيسيبنا كل ده، كان طلع الورقة كده، اصل دي حتة ورقة برضو. وبعدين انت القانون يكفي لك ان انت الورقة دي تكون معاك طالما قرار يعني طالع من المجلس وانت المفروض تلتزم بيه. هيدي لك الورقة كدهوت اهي، يقول لك اتفضل مختومة وممضية وكل حاجة ومية مية، ومش هيدالك كده، هيدالك كده في وشك عشان هو خلاص هو على أرض صلبة على تمام. بس طبعا الكلام ده ما بيحصلش، وده اكتر حاجه مش مشككه الناس في الموضوع، ان ما فيش قرار واضح او ما فيش ورقه مختومه، والدنيا كلها بتطلب ورقه مختومه 19 20 طلع لك قرار 5%، 20 21 ما كانش فاضي عشان كانت كورونا فقلنا مش مشكله، 21 22 جه في شهر 8 وطلع 15 جامعة طب أسنان طب بشري و10 طب أسنان و10 صيدلة، وقال لك التزم بيهم، ولو دخلت حاجة غيرهم مش هعتمد لك، و15 هندسة برضه، وقال لك لو دخلت حاجة غيرهم مش هعتمد لك، أوكي مفيش مشكلة. طلاب دخلوا برضه مش عارف إيه وحصل تشتت، فجاء في 23/4 اللي فات في الاجتماع الدوري بتاعه قال لك لا ده 1000 جامعة ومش عارف إيه، وهيطبق على كل الجامعات الروسية كل الجامعات الأجنبية، وخلاص الموضوع هدي، ولا الطلاب بقى هتبدا تدخل الجامعات وملهاش دعوه بالاعلان المحطوط على الموقع بتاع المجلس الاعلى للجامعات. فتن راجع قال لك ايه المجلس الاعلى المركز الثقافي النهارده بقى قال لك لا استنوا، الكلام اللي اتقال يوم 23/4 ده خاص بكل الجامعات الاجنبيه بس مش روسيا، وانتوا هتلتزموا بالموضوع بتاع المجلس الاعلى للجامعات اللي كان يوم 1/8/2021. طيب انا كطالب دلوقتي، انت مش عارف انت قفلتوها. خلينا مبدئيا نتكلم في نقطة، انتوا لو عاملين مسابقة لتعيين موظف عامل نظافة هتطلعوا بقرار، يعني في مسابقة كده، مسابقة رقم كذا لسنة كذا، وبيبقى مختوم وممضي عليها من المجلس الأعلى للجامعات وكلام من ده. الدرجات دي يعني 20,000 طالب اللي في روسيا او الطلاب اللي بتطلع قليلة اوي للدرجات دي، لدرجة ان انت مثلا تعمل اعلان بس يعني ما تطلعش قرار. انا اول مرة اتكلم في الموضوع ده صراحة، بس هو عشان الموضوع بس مستفز شوية، هو يمكن لقى ان الموضوع بتاع يوم 23 اثر عليه، الموضوع محير شوية. وبعدين الموضوع محير ان كل واحد بيطلع يتكلم، بيطلع يعني مجلس اعلى الجامعات يرمينا للمركز الثقافي، المركز الثقافي بيرمينا للمركز اعلى المجلس اعلى الجامعات، وكلهم مش بيطلعوا يعني قرار مختوم، مش بيطلع لي ورقه يقول لي خد اتفضل حضرتك انت بتطالبني بورقه بقالك سنه، دخلنا في سنه تقريبا طالبهم في 9 شهور، 9 شهور ده المفروض لو انت عندك قرار سليم زي ما انت بتقول كده ده كان، معلش يا اسطى معلش خلينا في مبدأ برضو ان هو لو في قرار ما كانش هيسيبنا كل ده، كان طلع الورقة كده، اصل دي حتة ورقة برضو. وبعدين انت القانون يكفي لك ان انت الورقة دي تكون معاك طالما قرار يعني طالع من المجلس وانت المفروض تلتزم بيه. هيدي لك الورقة كدهوت اهي، يقول لك اتفضل مختومة وممضية وكل حاجة ومية مية، ومش هيدالك كده، هيدالك كده في وشك عشان هو خلاص هو على أرض صلبة على تمام. بس طبعا الكلام ده ما بيحصلش، وده اكتر حاجه شككه الناس في الموضوع، ان ما فيش قرار واضح او ما فيش ورقه مختومه، والدنيا كلها بتطلب ورقه مختومه، واطلع يا جماعه طب هاتوا لنا قرار، هاتوا لنا حاجه، لكن عمال ترميلي في كده. في لقيت الموضوع حده شويه، وان الطلاب خلاص هتبدا تقدم في الجامعات اهيت، وكل واحد بقى يقوفه بقى وسماره ومش عارف في الاورال وقصه حلوه كده. المركز الثقافي النهارده طلع لك كده اعلان، ما خلاص بقى كل واحد عنده الموقع بتاعه وبيرفع اللي هو عايزه، مجلس الاعلى او المركز الثقافي. انا مش معترض، انا لا معترض على ده ولا معترض على ده، بس انا نفسي يكون القرار موجود بورقه ومختومه من المركز او من المجلس الاعلى، اي حته الجهه المنوطه بالموضوع ده المفروض تكون مطلعه لنا قرار، بتدوا لنا كده في وشنا اتفضلوا يا جماعه انتوا رايحين تاخدوا تدرسوا في روسيا، لا ستوب استنى عندك قرار. او ما انا بقى ما اجيش روسيا من الاول، اروح اوكرانيا، اوكرانيا برضو فيها قارات، فيها قارات من زمان، اروح لاتفيا بقى ولا ليتوانيا ولا اسبانيا ولا اي نيله، اروح لبنان حتى. بس هي دي النقطه الرئيسيه اللي المفروض نتكلم فيها، احنا بنطالب لو في موضوع من مثلا في قرارات او في حاجات زي كده احنا حقنا ان احنا نشوف الاوراق دي. للاسف معلش انا
يعني هتعب بسيادتكم، بس احنا فعلا محتاجين نشوف الاوراق دي لو في فعلا قرارات سليمة، عشان باجي عليكم بس ده حقنا. فين القرار؟ فين الورقة المختومة؟ خلينا مبدئيا احنا بنتكلم انا والطالب، والدي ووالد الطالب، او والد اي حد في مصر يعني، او اي حد في مصر عارف ان احنا ماشيين بالورق. وبعدين طالما انت قانوني وقراراتك قانونية، طلع لي ورقة بعد اذنك. يعني انا مش بطلب حاجة مستحيلة، انا بطلب من حقي طالب رايح ادرس بره، وانت بتقول لي ان في قواعد وضوابط جديدة انا حاططها، قانونية بقى مش قانونية ما تفرقش معايا، انا بتكلم في المبدأ نفسه. تديني ورقة تقول لي الورقة اهيت، خد مختومة، انت خش في دول مفيش غيرهم،